اهلا بيكم معانا. زي ما بنقول دايما محطتنا الاولى بتكون باكر يا رب تسمع صوتي اللي بنقول فيها. فعلا يا رب عايزين نيجي في اول يوم كده في باكر كل يوم نسمع صوتك نفكر فيه ونحاول نتامل فعلا في كل يوم يكون لينا اشتياق جديد لينا تفكير جديد ناحيتك يا رب ويكون لينا دايما زي ما بنقول كده الخط المفتوح بين الارض والسماء. يسعدني جدا ويشرفني يكون معايا ضيفي النهارده الاستاذ مينا عاطف الخادم الكنيسه القديسه العذراء مريم والشهيد استفانوس بشبرا الخيمه. انا بحييك معانا يا استاذ مينا مشرفنا. واول فقره من الفقرات اللي هي فعلا حقيقيه قوي يعني بنبقى فعلا عايزين نقول لربنا لو احنا مش حقيقيين عايزين نركز ونبقى حقيقيين في اول يومنا وعايزين نقول كده ان احنا فعلا عايزين نفتح الباب نفتح باب قلوبنا ناحيه ربنا. النهارده يمكن معانا مزمور. المزمور ده يعني صلاه فعلا يعني هي فكرة المزمور ان احنا نبتدي بها اليوم دي فكرة من الحاجات اللي فعلا رائعة وجميلة. خلينا ناخد هذا المزمور مع مشاهدين. الحقيقة عندنا مزمور 70 النهاردة عندنا بعض الآيات منه ناخدها مع حضراتكم ونسمعها ونقراها بعمق نرجع حالا نتأمل مع حضراتكم فيها. اللهم إلى تنجيتي يا رب إلى معونتي أسرع ليخزى ويخجل طالب نفسي ليرتد إلى خلف ويخجل المشتهون لي شرا ليرجع من أجل خزيهم القائلون ها ها وليبتهج ويفرح بك كل طالبيك وليقل دائما محب خلاصك ليتعظم الرب. أما أنا فمسكين وفقير اللهم أسرع إلي معيني ومنقذي أنت يا رب لا تبطئ. أستاذ مينا يمكن زي ما قلنا دي مزامير رائعة جدا في صلوات الأجبية صلوات الأجبية وأيضا في الكتاب المقدس مزمور 70 تالي الناس كتير حافظينه بس يمكن حافظينه زي ما بنرده في الأجبية مختلف شوية بعض الكلمات فيها اختلاف بسيط لكن في الآخر معنى واحد وهو ده اللي عايزين النهاردة نتكلم فيه ونتأمل فيه مع حضرتك. يمكن خلينا نبتدي شوية مع بعض فكرة المزمور. ظروف المزمور مهمة جدا. امتى اتكتب فين هل في ظروف كانت في هذا المزمور عند كتابته مين هو كاتب هذا المزمور. خلينا نتكلم عن فكرة كده سريعة عن هذا المزمور. طبعا مزمور 70 في الكتاب المقدس و69 في الأجبية من أشهر المزامير وبنعتبره من المزامير اللي أعتقد الناس كلها حفظها. يعني أنا شخصيا فاكر أن ده سهمية يعني هو فعلا أول آية فيه تعتبر بصلاة سهمية اللهم التفت إلى معوناتي. أنا شخصيا فاكر أن ده أول مزمور حفظته في حياتي يمكن قبل المزمور الصغير اللي هو سبحه ربنا كان من أصغر المزامير حتى حاجة يعني أول ما عرفت أن المزمور ده هنتكلم عليه النهاردة افتكرت مين اللي حفظهوني فاكتشفت أن اللي حفظهوني هو أب اعترافي دلوقتي. يعني هو ابونا اللي انا بعترف عنده دلوقتي هو اللي كان حفظونا في ثانيه ابتدائي كان مهتم جدا بالمزامير وخصوصا المزامير الصغيره اللي نقدر نحفظها في ابتدائي اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي وكان من المزامير الرائعه. يعني هو مزمور نقدر نستخدمه في كل الحالات. يعني انا تعبان هستخدمه انا مبسوط هستخدمه لان هو يعني يعتبر زي ما حضرتك قلت كده من الصلوات السهميه. ويمكن الكنيسه عشان يعني المزمور ده من المزامير الحلوه جدا اتكرر كتير في الأجبية. يعني في ناس كتير فاكرة ان هو في باكر بس لكن هو في باكر وفي الستة وفي الستار وفي نص الليل يعني في أربع صلوات من صلوات الكنيسة. يعني الكنيسة عايزة تقول لنا الصبح أول ما تصحى قول له يا رب اللهم التفت إلى معاناتي وفي نص النهار قول له برضو اللهم التفت إلى معاناتي وفي نص الليل برضو قول له اللهم التفت إلى معاناتي. داود يعني ده من المزامير اللي هي تحس ان داود هو اللي بيقولها طب فعلا لأنه داود كتير قوي في مزاميره يقول انا عندي ضيقه وفي اخر المزمور يقول ده الموضوع اتحل قبل ما المزمور يخلص تلاقي يعني ليه لان هو كان مختبر ربنا جدا. داود حتى في المزمور ده مكتوب في البدايه كده بتاعته ان هو لداود للتذكير فانا لما شفت الكلمه دي استغربت يعني ايه للتذكير كده لما دورت لقيت ان نفس المزمور ده متكرر قبل كده مزمور 40 يعني مزمور 40 اللي اقراه هلاقي من ايه 13 لايه 17 نفس الايات بتاعه المزمور ده فهو للتذكير لانه صلى الصلاه دي قبل كده. هو دايما داود متعود ان هو يقول كده يا رب لماذا كسروا الذين يحزنني يقول الاعزاء قاموا عليا لان
رغم ان داود كان محبوب جدا وكان انسان مرهف الحس وكان موسيقي وكان اشكر مع حلاوه العينين، كل المميزات اللي تخلي الناس تحبه كانت موجوده فيه، على الرغم من ده كان في ناس كتير متضايقه منه، عشان كده دايما كان يتضايق من الحته دي، يا رب وانا عملت ايه. فده يمكن يعني تعزيه لاي انسان يتحط في ضيقه او يبقى عنده مشكله. يعني بص داود اللي كان ما فيش حد ما بيحبوش برضه كان بيقع في ضيقات والناس كانت بتضايقه. طبعا. فكل انسان يحط في دماغه الحته دي، ان ما اوعى تقول انا الناس بتحبني فليه يبقى في مشاكل، لا المشاكل هتيجي على الرغم من محبه الناس ليك. بحس كمان بالعكس، يعني بحس يمكن الناس اللي هم بيبقى فعلا عندهم قامه جميله وروحيه كويسين دايما بيبقى عندهم مشاكل. طبعا. بيتعرضوا دايما لضيقات ودايما بيتعرضوا لاختبارات وبيكون في صعوبات. خلينا ندخل في عمق المزمور. يمكن بدايتنا زي ما حضرتك قلت هي فعلا صلاه سهميه، يعني بتهيألي كل حد زي ما حضرتك ذكرت وقلت كل واحد عنده قصه امتى حفظ المزمور ده، لان فعلا هو بيتحفظ واحنا صغيرين، هو بسيط وسهل وفعلا صلاته قوية جدا، فالواحد فعلا بيحفظه بدري. اللهم التفت إلى معونتي، أو اللهم إلى تنجيتي يا رب أسرع إلى معونتي. يمكن قلنا في اختلاف شوية بين الكلمات في الأجبية. طبعا في فرق في الترجمة، يمكن برضو عشان الناس تبقى عارفاها، أن الأجبية والكتمارس متاخد الترجمة السبعينية، لكن الكتاب المقدس بتاعنا الترجمة البيروتية من الأصل العبري، فهو ده اللي عامل الفرق يعني. حتى الترقيم برضو في فرق لأن 69 و70 بالزبط. بسبب برضو الترجمة السبعينية. عظيم. مهم برضو الناس تبقى حاسة وعارفة ايه الفكرة، لان ما نقول في اختلافات في الكلمات يبقى في فعلا ترجمات وفي اختلافات. طيب لما نتكلم في اول آية وهي اللهم التفت الى معونتي او نجيني يا رب واسرع الى معونتي، زي ما نقول في مشاكل كتير بتقابلنا وكتير قوي نحاول نحلها. امتى نتقابل مع ربنا ونقول له يا رب انت اللي تحلها لي، يا رب انت اللي انا عايز اوجه ليك الصلاة دي واوجه ليك الدقيقة دي احطها تحتك واقول لك يا رب اعيني فيها. هو اعتقد ان الانسان مش بس وقت الضيقه يلجا لربنا. يعني في قول جميل للاب اسم الاب اسحاق بيقول الانسان يحتاج في كل اموره الى معونه، ليس في الضيقات فقط بل ولكن ايضا في النجاح. ليه؟ لان الضعف البشري يعجز ان يحتمل كليهما بغير معونه الله. يعني كتير قوي يقول انا هلجا لربنا وقت ما يكون في مشكله. الاب اسحاق النهارده بيقول لا، انت بتلجا لربنا، انت محتاج معونه في النجاح اكثر من الضيقه. طب ليه؟ يقول لأن لو أنت ما التجأتش لربنا في النجاح، النجاح ده ممكن ما يكملش. أنت محتاج لربنا أنه يكمل نجاحك، لأنك ممكن تقول أن أنا بسبب إمكانياتي حصلت على هذا النجاح فتقع في السقوط بتاع الكبرياء، يعني يجي لك كبرياء فتسقط. فيقول لا، أطلب معونة ربنا في الضيقة وفي النجاح، يعني في كل وقت تقريبا. وحتى بولس الرسول قال لنا الآية الجميلة، حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. المعادلة صعبة قوي، يعني أنت ضعيف ولا قوي؟ يقول لا، ما هو أنا لو حسيت بقوتي هبقى ضعيف، لكن لو حسيت بضعفي المسيح يكمل الضعف ده وهبقى قوي. فأي إنسان لازم يحس بالإحساس ده، إنه مش تروح لربنا وقت ما يبقى عندك مشكلة، لا، في كل وقت. أما أنا فصلاه وصلوا كل حين، ده اللي يخلينا نشعر بإن ربنا هو اللي بيكمل ضعفنا. طيب برضو عايز أرجع تاني للنقطة العملية اللي إحنا دايما بنتكلم عنها، لما نقف نقول ربنا اللهم اللهم التفت الى معونتي، ويا رب لو سمحت انت ساعدني عندي دقيقه، وبعد كده نلاقي نفسنا بنجري لناس تانية وبشريين، ونلاقي نفسنا عندنا حلول مختلفه ارضيه، مش برضه باصين لفوق، عندنا لخبطه زي ما حضرتك قلت، يمكن انا ضعيف ولا قوي، يعني الحته دي برضه عندنا فيها برضه مشكله، او عندنا فيها عدم وضوح للرؤيه والهدف. لما اكون بطلب من ربنا حاجه، هل انا فعلا بطلبها من ربنا ولا انا عندي حلول زي ما نقول يعني بلان بي او خطه ب للمشكله بتاعتي نحلها؟ هو يعني هي برضه المشكله ان احيانا الانسان يقول ايه، طب انا هطلب من ربنا وانا ماليش دور. لا، الانسان ليه دور. ربنا ما قالش تواكل، يعني قال اتكل لكن ما قالش تواكل. فكل انسان بيطلب من ربنا لازم هيعمل الدور اللي عليه. بس مشكلتنا ان احنا بنتخيل انه لازم ربنا يعمل كده. يعني مش بنقول لتكن مشيئتك، بنفكر ونخطط وده مش غلط، وفي نهايه الخطه نقول لا يا رب انت ليه ما مشيتش الخطه زي ما انا عايزها. يرجع يقول كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. اعمل كل اللي عليك وربنا هيكمل الحته اللي انت مش واخد بالك منها. احيانا الانسان حتى في الوظائف الطبيعيه يقول لك انا مش فاهم المدير عايز يعمل كده ليه. طب اعمل الدور بتاعك كويس جدا وهو بعد كده هيبقى يفهمك وهيكمل لك الحته اللي انت مش واخد بالك منها. فربنا
اكيد فاهم اكتر مننا، او بحس كمان يعني تكمله لكلام حضرتك، هو انت هتفهم لوحدك. يعني هتفهم فيما بعد، وقال ربنا لوحدك فعلا لما تعمل حاجه وتلاقي فعلا الرؤيه اتضحت ليك. يمكن انت ما كنتش شايف الحاجه على المستوى بتاعك، شايف حاجه قد كده، بس هو شايف حته اكبر. فانت لما بيقول لك اعمل كذا عشان هو شايف الحاجه الاكبر، هو عارف الخير ليك ايه، هو عارف وشايف رؤيه اوسع شويه. طيب ايه اهميه الشعور ب او بالقيمه بتاعت ان اشعر ان دايما في اتكال، اتكال يعني انا متكل على ربنا في الحاجات الامور بتاعتي؟ يعني عايز اقول لحضرتك الشعور عامل زي ايه. عارف حضرتك الطفل الصغير المعتمد على بابا ومامته في كل حاجه، كل واحد فينا بيبقى مشتاق يرجع للمرحله دي، لانه كان حاسس بالسعاده، لانه مش شايل الهم، بابا ومامته اللي بيعملوا كل حاجه. فالانسان اللي متكل على ربنا وحاسس ان هو بيعوله في كل اموره، ده انسان فرحان، انسان مليان بالثقه، لانه حاسس ان في وراه ظهر، حاسس ان عارف حضرتك هم ونزاح. يعني ايه هم ونزاح؟ عارف حضرتك في ايه جميله بتقول كون مستعدين لمجابه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. فالبعض يفهم من الآية دي معناها أن أنا بقى عندي فهم عقيدي وتاريخ كنيسة وحاجات، لكن لما نرجع لمعنى الآية هنلاقي لا، معناها أن حد بيسألك عن سبب الرجاء. يعني في قصة كده عن واحد كان شغال وكان معاه واحد صاحبه في نفس الشغل، عنده نفس الظروف، بس صاحبه ده دايما جاي زعلان وهو دايما جاي مبسوط. فواحد بيسألهم وأنت مش ظروفك زي ظروف فلان؟ قال له آه. عندك 4 أولاد وده هو عنده 4؟ قال له آه. طب أمال أنت ليه فرحان؟ قال له أصل أنا ليه حد بيعولني. فطبعا الراجل قال اه بدام كده ماشي، يبقى انت بقى مسنود. مين بقى الراجل اللي بيعولنك ده، ومين اللي بيعولنك؟ قال له اللي بيعولني هو المسيح. ده اكتر انسان بشر بالمسيح من غير ما يقول العقيدة، من غير ما يقول اي كلام، هو جاوب عن سبب الرجاء الذي فيه. اي انسان مهموم ده ما عندوش رجاء. الرجاء يدي سعادة ويدي فرح. حلو خالص. مهم قوي برضو نبقى فاهمين، لان برضو المزمور بيدخلنا في عمق تاني، يقول كده ليغزى راجل طالب نفسي. مين طالب نفسي؟ مين النهارده اللي فعلا عايز ياخدني ويشدني ويتعبني ويدخلني في ضيقات وصعوبات؟ هو طبعا الايه دي الناس ممكن تفهمها غلط، ان داود بيدعي على الناس، يعني بيدعي على، بيقول له ليغزى راجل طالب نفسي، يعني كل انسان مش بيحبني يا رب ايه خليه يخجل او يخليه يغزى. لكن هي الفكره مش كده خالص. هو داود بيتكلم على أي حاجة بتطلب ليا الشر، ممكن يكون الشيطان، ممكن يكون إنسان عايز ليا شر، ممكن يكون حاجة داخلية، شهوات وخطايا داخلية فيا أنا، لأن الشهوات الداخلية دي هي الحاجة اللي بتطلب. وطبعا اللي يغزى ويخجل ده مش طلب هو نفسه يحصل، لا، ده هو بالأحر هو نبوة، يعني عايز يقول إن الإنسان أو الخطية دي هتخلي فيه خزي. اي انسان بيعمل خطيه بيبقى مكسوف منها. الانسان برضو اللي طالب ليه الشر في الاخر هو بيتنبأ انه بعد كده هيحس بالخجل. الشيطان لما هيلاقي ان انا ما قدرت، هو ما قدرش عليا وان انا وصلت لاقامه روحيه، هو نفسه هيخجل. فهو مجرد نبوه عن اللي هيحصل، اللي هيحصل في الثلاث حاجات اللي هم الخطيه او الشيطان او الذين يشتهون الى الشر، ان هم هيخزوا ويخجلوا. وبالتالي برضو لما بيتكلم على انسان هو بيتكلم مش على الانسان نفسه، لكن يمكن الشر اللي جواه، الشر اللي جواه او الحاجه اللي بتلقنه كده يعمل حاجه شريره او متعبه. يكمل ويقول المشتهون لي شرا. وهنا انا الحقيقه عايز اقف شويه مع حضرتك، لان عايز افصل بين اولاد العالم واولاد الله. اولاد الله ليهم انطباع مختلف، ليهم رد فعل مختلف عن اولاد العالم. هنا عايز اعرف داود كان عايز يقول ايه وعايز يوصلنا لايه، والمشتهين مشتهون لي الشرا، هنا ايه المفروض رد فعلنا يكون ناحيتهم؟ هو طبعا يعني الشر ده لما بيجي من حد، يعني قبل ما اقول لك اللي هيحصل، في قصه كده انا افتكرتها جميله خالص عن متداوله حتى على واتساب اليومين دول، عن واحد اسمه عم رجائي. عم رجائي ده جاله راهب، باختصار يعني جاله راهب اسمه ابونا موسى بيزور في المستشفى. فحكى له بيقول له انا وانا صغير كنت من اكتر الشباب انحرافا يعني في ثانوي. قال له امال ايه اللي حصل عم رجائي؟ قال له انا كان في خادم جميل خالص بيجي لنا ويفتقدنا، وانا ما كنتش بحب اروح معاه، وكنت دايما اقول له طيب، ولغايه لما في مره جالي على القهوه وقال لي انت لازم تيجي الكنيسه. فانا قلت له يعني ما تكسفنيش تاني قدام اصحابي. في مره واحد من اصحابي اللي هو اكثر انحرافا مني قال له لو سمحت ما تجيش هنا تاني وما تطلبناش، روح علم العيال اللي انت بتعلمهم، انت مالكش دعوه بينا. فعم رجائي وهو صغير طبعا قال له يا استاذ فلان حاول ما تجيش تاني لان الولد ده شران.
فالخادم ما سمعش الكلام وبقى يجي له برضه. ففي مره رجائي ده نزل رايح على القهوه لقى ناس متجمهره والخادم ده سايح في دم. فايه في ايه وهو بيركب عربيه الاسعاف الخادم قال له خلي بالك صاحبك ضربني بالمطوه قول له ان انا مسامحه وقول له ان انا ما متش عشان هو فاكر ان انا مت. وبس ومشي وراحوا الخادم ده. ورجائي بعدها بكام يوم كده سافر والده ظروفه اتغيرت فسافر بره ورجع بعد 30 سنة مش ناس الموقف ده ان في خادم اتعور بسببه يعني. فقال انا عايز اروح الكنيسة واشوف المنطقة اللي هو كان عايش فيها. وراحوا فعلا هو داخل الكنيسة كان يوم خميس العهد فوقت غسيل الارجل جه بيغسل رجليه عند ابونا بص في وشه لقى علامة المطوة اللي عوره بيها واحد اللي هو صاحبه ده. فقال هي يعني جراح المحب دي حاجة جميلة جدا وهي اللي أثرت فيه ودموعه نزلت وقرب من ربنا بسبب التعوير اللي تعورها الخادم ده اللي هو بقى أبونا اسمه أبونا عبد المسيح بعد كده. فعم رجاء لما حكى الحكاية دي لأبونا موسى أبونا موسى ده عينيه رغرغت وعرف قد إيه قيمة الخدمة ورجع على الدير دخل القلاية بتاعته وقعد يعيط وفتح الدرج بتاعه طلع مطوة مصدية وكان هو الشخص كان هو الشخص اللي ضرب الخادم. فتخيل الانسان اللي الخادم ده لو كان قابل الشر بالشر كان ايه اللي هيحصل ولو كان قابل الشر بالخير ايه اللي حصل. لقى ان في اتنين من ولاد واحد بقى كاهن واحد بقى راهب بسبب انه قابل الشر بالخير. وده الانسان المسيحي. الانسان المسيحي لو قابل الشر بالشر ما يبقاش انسان مسيحي. ذكرت حضرتك وقلت في كلامك وسط كلامك ان المتكلين على ربنا مرتاحين ومبسوطين حتى طالبوا الرب يعتبروا من نفس الفئة مبتهجين وفرحانين ولا طالبوا الرب دول فئة مختلفة عن الناس المتكلين على الرب؟ هو نفس الفكرة ان طالبوا الرب الانسان اي انسان بيطلب ربنا بيحس بان هو مش محتاج حاجة. يعني كان داود نفسه يقول ايه كنت فتى وقد شخت ولم ارى صديقا تخلي عنه. يعني انا طول حياتي ما شفتش حد معتمد على ربنا واحتاج حاجة. احيانا الانسان يقولك ايه ده لما هو تم هو فقير طب هل الفقر ده هو خلاه صعبة بالتعاسة بتاعته؟ ما في فقراء وسعداء وفي إنسان وظيفته ضعيفة لكن سعيد وفي إنسان معاه فلوس لكن مش سعيد. فمش شرط يكون الفقر ده سبب التعاسة. ممكن إنسان يكون بسيط لكن السعادة مالية قلبه لأنه مليان بالمسيح مليان بربنا. بيتكلم عن محب وخلاصك. يتكلم برضو داود عن فكرة إن خلاص الله وخلاص الله على عود الصليب حاجة تفرح جدا وحاجة ليها انطباع مختلف. وهنا بيتكلم على محب وخلاصك. خلينا نتكلم على فكرة محب وخلاصك وعايز يقول ايه داود منها. هو طبعا يعني المزمور ده لو احنا اعتبرنا احد التأملات يعني القديس أغسطينوس قال ان هو انشودة كان عايز قالها في عيد الشهداء قال ان هو يعتبر انشودة يقولها المسيح عن نفسه. لانه لما كان رايح للصليب كان في ناس كتير حواليه ومتضايقين منه وعايزين فكان بيقول انه على المسيح بيتكلم على لسان الكنيسه وعلى لسان الشهداء اللهم التفت الى معاناتي يا رب اسرع عيني. في الاخر هو بيتكلم عن الخلاص الخلاص بالصليب. والمسيح هو يعني في حاجه يعني واحنا بنتكلم دلوقتي في تناقض في حاجه هو ولاد العالم حلوين ولا وحشين نحبهم ولا ما نحبهمش. نيجي نسمع في الكاثوليكون في نهايته لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم. نلاقي ايه تانية بتقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. طب المسيح جاي يخلص مين؟ هل يخلص العالم كله ولا يخلص شويه صغيرين ولا المسيحيين فقط؟ وهل نحب العالم ولا ما نحبوش؟ ما ده برضو تناقض. فيقول ان في ثلاث معاني لكلمه العالم. المعنى الاول اللي هو الناس والمسيح يعني حريص جدا يقول لنا لازم تحبوا العالم العالم اللي هو الناس. يقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. المعنى الثاني اللي هو العالم يعني الدول والبلاد لما قال لهم اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقه كلها يبقى عايزنا نبقى جوه العالم مش عايزنا نبقى بعيد عن العالم. عشان في بعض الناس تقول ايه الانسان المسيحي ينظر الى الابديه ومش همه العالم خالص ومش عايز يعيش في العالم. لا المسيح نفسه قال اذهبوا الى العالم يعني خليك جوه بلاد العالم. المعنى الثالث اللي هو بقى قال عليه كاثوليكون نهايه الكاثوليكون لا تحبوا العالم ولا الاشياء اللي هي بقى ايه شهوات العالم. ففي هنا اختلاف بين العالم كناس او بني ادمين يعني والعالم كشهوات. هنا نحبهم جدا نبقى حريصين ان احنا نتعايش معاهم ونبقى مبسوطين في وسطهم وهنا نقول لا انا مش عايز الشهوات دي.
الإنسان اللي يطلب ربنا هو فرحان لأنه مش بعيد عن الشهوات وقريب من الناس. هنا الخلاص طبعا هو البعد عن الشهوات. بعد عن الشهوات والقرب وخلاص الناس اللي أنا رايحة. لأن أنا كل إنسان فينا حتى لو ما كانش خادم عنده رسالة أنه يقرب الناس دي لربنا. صحيح. طيب خلينا نتكلم دايما عن فكرة أن الأعداء مختلفين، وإحنا اتكلمنا على فكرة العدو البشري أو العدو الروحي، وعايز أقول أن العدو الروحي ده أصعب بكتير جدا من العدو البشري. لو حضرتك برضو تساعدني نفهم الموضوع ده أكتر أو فعلا تكون معايا فيه النهاردة، العدو الروحي مين هو العدو الروحي؟ ولما نقول العدو الروحي ده عايزين نفهمه أكتر، لأن ما نقول الشيطان أو حاجة كده في شايفينها لا مرئي بالظبط، حاجة مش متشافة. عايزين نفهم أكتر يعني إيه عدو روحي، وإزاي مقاومته تكون، وإزاي نحاول يعني ندافع عن نفسنا. جميلة خالص إن في قديس بولس الرسول إدانا روشتة قال كده في رسالة أفسس إن مصارعاتنا ليست مع دم ولحم. يعني احنا ما تتخيلش كده انت رايح تحارب وماسك في ايديك سيف، لكن قال تشبيهات كده تبين الموضوع. قال الاسلحه اللي في ايد الجندي دي انت عندك الاسلحه دي بس انت مش واخد بالك منها. يقول ايه؟ ممنطقين احقاءكم بالحق، لابسين درع البر. يعني زي ما كده بتدافع عن نفسك بدرع في الحرب، لا، انت لو عندك بر انت بتدافع عن نفسك. الشيطان لما يجي لك الشيطان مقيد، لكن انت عندك البر خلاص مش هيقدر يجي جنبك، مش هيقدر يرمي سهامه عليك. يقول بعد كده حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، يعني وانت رايح أي مكان في رجليك دي البشارة المفرحة، دايما تروح أي مكان تقول بشر بالمسيح ببشارة مفرحة. حاملين فوق الكل ترس الإيمان، بعندك إيمان بربنا ده ترس. خذوا خوذة الخلاص وسيف الروح. خوذة الخلاص يعني انت دماغك وأفكارك دي محفوظة بخلاص المسيح. ماسكين سيف كلمة الله أو سيف الروح كلمة الله. كل ما زي المسيح كده جاله الشيطان قال له مكتوب كذا كذا كذا، لا تجرب الرب إلهك، ليس بالخبز وحده الإنسان. فكلمة ربنا في إيدينا هي السيف اللي نقدر بحارب بيها، اللي هي مصارعتنا ليست مع لحم ودم. أحمد يقول كده برضو داود في المزمور، أما أنا فمسكين وفقير. في ناس كتير عندها مشكلة في الحتة دي، هل المسكنة والفقر دي صفة أو سمة من سمات الشخص الروحي؟ مهم أوي نفهم ده ونعرفه أكتر. عارف حضرتك اسمه مايكل، انت يعني عايزين نشوف كده نتامل هو داود ده كان فقير فعلا ولا لا. فاحنا عايزين نعرف داود هو كان شغال ايه. داود راعي. بعد كده هو كتب المزمور ده وهو ايه؟ ملك. يعني كان من راعي لملك. هل هو يقصد بالمسكنه هنا الفقر المادي؟ اما انا فمسكين وفقير، يعني معنى كده الاغنياء ما يصلوش المزمور ده؟ لا، نلاقي انه مش المعنى كده خالص. المعنى هو المسكنه الروحيه، طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. هتقول معنى كده أن الإنسان القليل في الروح هو ده بس اللي ربنا يعينه، لكن الإنسان القامت روحية عالية؟ أقول لك لا، هو ده إحساس. الإنسان اللي عنده إحساس أنه ضعيف زي ما قلنا بولس الرسول قالها، فحينئذ أنا قوي. فكل إنسان عنده شعور بالفقر والمسكنة الروحية ربنا يقف معاه ويديله بقى القوة. زي ما كان كده أنبا أنطونيوس يجيله الشيطان يقول له أنا أصغر من أصغركم. إذا وانت بتقول كده ليه أنبنطونس؟ انت حاجة كبيرة جدا. يقول لأن أنا من غير المسيح لا شيء، بالمسيح أنا قوي جدا. فكل ما الإنسان يحس بضعفه ربنا يمدله إيده ويسنده. كل ما الإنسان يقول أنا عارف كل حاجة وأنا قادر، طب خلاص بقى هيعمل إيه؟ ربنا يعمل لك إيه؟ فهي دي المسكنة الروحية. المسكنة الروحية هي فعلا فضيلة روحية. ينفع حد فعلا يكون حاسس جواه ان هو لا انا معقول انا كويس، بس يقول انا فقير ومسكين؟ انا برضو خايف من فكرة يعني التلون او بيسموها، يعني عايز اقول ان شخص فعلا ما يبقاش حقيقي لان هو بيحاول يقول حاجة اللي المفروض يكون بيقولها. حابب ان احنا فعلا ناخدها بشكل مظبوط وناخدها بشكل فعلا حقيقي. في الاخر لما يجي اقف قدام ربنا اقول له انا فعلا تعبان، انا فعلا مش قادر، انا فعلا مسكين، انا فعلا فقير روحيا، يكون فعلا ده اللي في قلبي، مش يكون الحاجه اللي المفروض نكون بنقولها عشان ده المنظر الحقيقي. لا، وحاجه ثانيه فندم استاذ مايكل، ان احيانا الانسان بيقول الكلام ده قدام الناس عشان يبان ان هو متواضع، وده طبعا من اخطر من هو يتكلم قدام ربنا. حضرتك قلت في الاول خالص ان احنا لازم قدام ربنا يبقى قلبنا مفتوح، ما نقولش كلام مش جوانا، مش مرائي. يعني حته الفريسي ولا يعني ما اقولش كلام محفوظ وخلاص. يعني يمكن في حد كان حكى قصه كده ان واحد بيصلي كل يوم بالليل صلاه محفوظه،
ففي يوم كسل ونام وما بيقولش من قلبه، بيقول كلام كده محفوظ من غير ما يفهم معناه حتى. صحيح. فجاله الشيطان يصحيه عشان يصلي. فاستغرب الراجل، يعني انت بتصحيني ازاي؟ انا انت الشيطان يصحيني عشان يصلي؟ يقول اصلا انت لو ما صحتكش تصلي الصلاه المحفوظه اللي انت مش فاهمها دي، ممكن تيجي الصبح ضميرك يأنبك فتصحى تصلي صلاه من قلبك. لا، صلي براحتك. فالشيطان عايزنا نعمل كده، عايزنا نقول كلام محفوظ وخلاص، ونقول كلام مش حاسينه. لا، لازم الانسان يحس بالكلام اللي هو بيقول. لازم يحس ان هو في مسكنه. والمسكنه والفقر الروحي ده يمكن القديس اغسطينوس قال عليهم ان هم فضائل، مش بس حاجه بسيطه. ان يعني الفقر والمسكنه من اجل الله، من اجل الله، دي حاجه رائعه. بشكرك استاذ مينا، ويعني حاب قوي اختم بالنقطه دي، حاب اختم فكره ان الواحد يبقى حقيقي، ويبقى فعلا اللي في قلبه هو اللي بيطلع على اللسان. ودايما يقول كده من فضله القلب يتكلم. حلو قوي نصلي بالمزامير الموجوده، حلو قوي ناخد خبرات ناس تانية، حلو قوي نتعلم، لكن برضه لازم يكون لينا اللي هي الكلمه اللي هي اللي في الاخر اللي من القلب. ولو قلنا الكلام المحفوظ برضه نحاول نوصل ان احنا نقوله من القلب، ويكون فعلا طريقه وسيله نقول بيها ونصلي بيها. انا عايز اقول بس تدريب اخير، ان زي ما حضرتك قلت في النص كده ان هي صلاه سهميه. نفسي الناس تاخد الايه الاولانيه من المزمور ده وتحاول ترددها بشكل كبير بكتير، يعني تقولها كتير. وحتى لو مش حاسه الاحساس في الاول، بعد التكرار لفتره هتلاقي الاحساس ده دخل. لان الصلاه السهميه عموما ليها ثلاث فوائد. الفائده الاولى ان انت تشعر دايما ان ربنا معاك وموجود قدامك. الفائده الثانيه ان انت تشعر ان انت عندك خطيه ومحتاج تتخلص منها. الفائدة التالتة ان انت تشعر بتعزية ربنا، لانك هتحس بربنا بيعزيك بسبب الصلاة السهمية اللي انت بتقولها. بشكرك يا استاذ مينا، شرفتنا. استاذ مينا عاطف الخادم الكنيسة القديسة عذراء مريم والشهيد استفانوس بشبرا الخيمة، بشكرك مرة تانية. صباح النور على حضرتك. مشاهدينا، خلصت فقرتنا الاولى ومحطتنا الاولى صباح النور النهاردة. خليكم معنا، عندنا لسه فقرات كتيرة، لكن بعد الفاصل.